هذا التمرين يستهدف عضلة الصدر ويتكون من ثلاث رؤوس: الرأس العلوية، الرأس المتوسطة، الرأس السفلية. السلام عليكم. شرح تمرين البوش أب. في شوية تكنيكس عشان تقدر تلعب التمرين ده صح. اول حاجة البوش اب في الوضع العادي اللي انا كنت بلعبه دوت بيستهدف عضلة التشيست كلها. عشان تبدأ تلعب صح الاول عشان تضمن ان الحوض في الوضعية الصحيحة، هتقعد كده عادي وترفع ظهرك كده زي الكاد بالظبط، بعد كده تبدأ ترجع رجلك لورا وتبص بعينك قدام، ايدك هنا في مستوى الكتف بتاعك، رجلك في مستوى ايدك، رجلك ولا واسع قوي ولا ضيق قوي، في المستوى بتاع ايدك عادي، نظرتك مش باصص لتحت قوي كده ولا بص قدام كده، بص في الوضع الطبيعي، ظهرك زي ما انت شايف مسطره مفرود، مش عامل كده ولا عامل كده. بنزل بالتشيست الصدر اهو، مش بنزل بالوسط، واهم حاجه وانت في الوضع دوت شادد عضله الجلوتس، شاددها اهي وتبدا تلعب. بتاني بسرعه، اول حاجه اعمل كده افرد، بص قدامي ظهر مفروض كل حاجه. تاني حاجه الايد هنا بترجع كده، بنزل كده مش بنزل بالوضعيه دي. نبدا نشوف تاني اهو، نرجع ايدي مستوى كله تمام، بنزل بصدري واطلع كده، واحد طالع طلع النفس، ثلاثة أربعة خمسة. وده كده كان شرح ازاي انك تقدر تلعب تمرين البوش اب اللي هو الضغط العادي صح. السلام عليكم. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعم القناة بلايك شير كومنت، ولو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل خاصية الجرس.